يعني كنتلاقاو عاوتاني وكنديروا صلة الرحم في لقاء آخر من أجل تبادل الأفكار، من أجل تبادل الآراء، من أجل الحديث عن فريقنا، عن مشاكل فريقنا. حنا اليوم دابا في واحد المرحلة اللي هي مرحلة اللي كاين واحد المجموعة ديال المنخرطين اللي كيعطيوهم القانون حق التغيير وإجراء التغيير في الرجاء، فكيديروا واحد المجهود ديالهم من خلال واحد المجموعة اجتماعية ديال الاجتماعات، كيحاولوا ما أمكن يتفقوا على واحد تصريفة معينة للفريق في هذه المرحلة هذه، بطبيعة الحال بالاتفاق مع الرئيس اللي كاين دابا المؤقت. فهذه المجهودات ما يمكننا نحيي المنخرطين عليها، ولكن الخلاصة أو النتيجة لذوك الاجتماعات ما كاين مشكل إلا جلسنا وتناقشنا عليها لأنها تناقش. فمن خلال الخرجة بطبيعة الحال، الخرجة ديال الأستاذ الرامي اللي كيمثل الهيئة ديال المنخرطين، يعني تيبان اللي كيبان دابا هو أنه هناك، يعني بعد أول حاجة حضور 80 منخرط للاجتماع، هادشي اللي سمعنا فيهم واحد الجزء اللي حضر حضوريا، كان حاضر اجتماع، وكاين واحد الجزء اللي هو حضر عن بعد، تبع الاجتماع عن بعد. على كل انه الاجتماع 80 واحد في المجموع، كنعرفوا ان عدد المنخرطين في الرجاء كيتعداو 200 واحد، اذا هناك واحد الاغلبيه اللي ما حضراتش. كيبقى السؤال يطرح، هذا اول الاسئله، علاش هذوك الاغلبيه ما حضروش؟ واش هاد الناس باش كيقصدوا بداك الغياب ديالهم؟ واش بغاو من دابا يبداو يعني يدخلوا في حرب مع المنخرطين اللي باغيين التغيير وباغيين الاصلاح؟ يعني انا بغيتونا زعما اجيو عندنا انتوما قلبوا علينا، حنا اللي غنعطيكم الشرعيه، وحنا اللي غنعطيكم التغيير، ما كناش حنا ما يكون والو. ولا بغيتوا التغيير راه بثمن، اذا كل واحد خصو نصيبه باش يمكن يكون التغيير. هادشي كله تعودناه. كيبقى السؤال مطروح دائما، كنعاود نطرحوه، علاش ما حضروش هذوك الاغلبيه ديال المنخرطين اللي هما فضلوا انه يتغيبوا؟ صحيح ان الاستاذ الرامي تيقول بانه السيد كيقاد الكاميرا، ما عرفتش شنو قاد الكاميرا، قاد مزيان، تنظنش كاين شي مشكل، ما عرفتش. المهم تحيه لك من اسبانيا، تحيه خويا جمال كذلك، شكرا على السلام ديالك من اسبانيا. انا غير كنقول انه هاد المنخرطين، يعني انه الا كان الغياب ديالهم هو لاسباب اللي هي حنا تنعرفوا دوك سميتو، حنا دابا اللي كيهمنا هو المنخرطين اللي حاضرين واللي هما غاديين بالتغيير، هادو هما اللي كيهمونا بالدرجه الاولى. ف القرار، الا بغينا نناقشوا القرار الذي أسفر عنه الاجتماع، فهو قرار يعني يناقش. علاش؟ لأنه الخلاصة شنو هي؟ هي أنه إما الحل رقم واحد، وهو إعلان عن جمع عام وإجراء انتخابات لانتخاب رئيس أو لجنة مؤقتة ضعف الإيمان في حالة عدم تقديم أي ترشيح، وإما الحل الثاني هو إعطاء الصلاحية للمكتب الحالي للاستمرار إلى غاية نهاية الموسم، مع تطعيم هذا المكتب ببعض الفعاليات التي يمكن أن تساعد الفريق من الناحية المالية. داكو، السؤال الذي يطرح هو هل يعني القرار الذي انتهى إليه المجتمعون هل يتوافق مع الشارع ومع رأي الجمهور؟ لأنه كنا كنسمعوا الأستاذ الرامي في الهضرة ديالتو كيهضر بزاف على الجمهور، كيقولها وتيعاودها، وداك الشيء اللي بغات الجماهير ورأي الجماهير وكذا كذا كذا، تيبان بأنه صوت الجمهور حاضر في وسط الاجتماع. وكان حنا ما نجيش نضخموا ونقولوا لا راه كانت ضغوطات من جهة أخرى، لا، نقولوا صوت الجمهور كان حاضرا في الاجتماع. طيب، هذا الصوت ديال الجمهور إذا كان الناس كتراعي ليه، فكيخص يعني استجابة للطلب ديال الجمهور. طلب الجمهور شنو هو؟ رحيل الحكامة، هو رحيل جميع المسيرين القدامى، جميع. إذن ملي كنقولوا رحيل جميع المسيرين، ما كاينش فيه هذا غادي يبقى وهذاك سميتو، كاملين المسيرين هما هادو، ها هما اللي طلب الجمهور انهم يمشوا بحالهم.
باش ما نبقاوش ندخلوا نخرجوا في الهضره ونقولوا هذه وعاود ندوروا عليها هذه. اللي طلب الجمهور انه يمشيوا بحالهم ما يزيدوش نهار في الراجه ويخويو الوازيس راه واضحين. بعد ذلك دير لجنه، دير جوج يقابلوها، دير ثلاثه دي غط نطاوي ويعري يقابلوها، مشكل اخر هذاك ما كنتذكروش فيه دابا، هذاك نلقاو ليه حل. ولكن اول حاجه هي خروج هذوك الناس اللي كيسيروا. علاش؟ لان الثقه عاد مات، لانه مداخل كبيره دخلات وفلوس اللاعبين كبيره ما تخلصاتش. اذا ملي كنقولوا بانه يعني انه يعني مداخل كبيره وما تخلصاتش، اذا هناك شك ولا في المسيرين، ما بقاش الثقه. اذا هاد الناس ما خصهمش يبقاو. كيفاش غيمكن تدخل معاهم الناس اللي هما باغيين يعاونوا الفرقه؟ وكيفاش بغيتي الجمهور يتقبلها؟ انا سمعت لعلمكم، انا كان عندي واحد الشغل، كنت دابا مشغول مع واحد مع ولدي على شي حاجه ديالته ديال القرايه ديالو، راه يلاه دخلت دابا، دخلت تقريبا باقا واحد 20 مينوت على اللايف، وسمعت غير هكا واحد الاخ عيط ليا وقال لي راه هادي موقفه ما وقفه، راه عاوتاني الجماهير كيهددوا بوقفه احتجاجيه. انا ما عارفش هذا الموضوع، ما عندي عليه حتى شي فكره، ولكن انا تندوي دابا على راي الجمهور وعلى داكشي اللي قال الجمهور. راه الجمهور قال بانه كيخص سيدي ضروري، كيخصنا هادوك المنخرط، هادوك الحكماء يمشيو، ودوك الناس اللي كيسيروا دابا يمشيو بحالهم. هاد الناس اللي غيمشيو بحالهم شكون هما؟ راه معروفين، هما اللي كانوا كيسيروا مع الزيات، وهما وطرف فيهم باقي مع السي الاندلسي. الوقت اللي المنخرطين اليوم كيجتمعوا او البارح كيجتمعوا وكيتفقوا انه يخليوا هاد الناس يسيروا ويديروا معاهم واحد جوج ولا ثلاثه المنخرطين يعزوا المكتب، معناه هذا أن هذا يسمى تكالب، يسمى تواطؤ من المنخرطين، من المنخرطين كنت بصفة عامة، تواطؤ من المنخرطين على الجمهور وعلى إرادة الجمهور. متفقين؟ تواطؤ، لأن ما يمكنش دير يدك في يد الفساد. أنت بغيت تصلح وبغيت دير يدك في يد المفسد وبغيتي تصلح، راه ما يمكنش. حنا عرفنا هادشي، حنا عرفنا دوك الناس لاش جالسين. الناس راه واضحه وفهموا، هاد الدري صغير في الراجا فهم بانه الراجا غارقه في ازمه، ياك كاينه ازمه كبيره، ومع ذلك الناس مكوشين في الكلاسه وجالسين، ما كيدخل حتى ريال على ما قالوا، ما كاين لا فلوس لا والو، الازمه كاينه، كل مره كتجي رساله كطالبوا بمبالغ، ومع ذلك جالسين. اذا لاش جالسين؟ جالسين واش جالسين على سواد عيون الراجا؟ واش جالسين هذوك العوينات تاع النصر؟ لا، راه جالسين على قبل الفلوس اللي كيتسناوهم، عندهم مصالح معينه كيتسناو فيها. إذن المنخرطين اللي هما واحد القله الجماعه اللي كدير فيهم الثقه، فباش الثقه تبقى كيخصهم يشدوا الخط مع الجمهور. دوك التلويات ودوك المراوغات ما عندنا ما نديرو بهم، ما عندنا ما نديرو الا في واحد الحاله، في واحد الحاله خص المنخرطين تكون عندهم الشجاعه ويخرجوا ويواجهوا الجماهير، يقول لهم شوفوا حنا اولاد الناس، حنا اولاد ديورنا، حنا ما قادين على مشاكل. وهاد المنخرطين الجسم ديال المنخرطين دخلوا ليه البلطجيه واحتلوه، وهاد البلطجيه ما عندهم ما يخسروا، لا عندهم كي الربح كي الخسران، عنده كي المضاربه كيهرس كيدكدك كيتهرس ليه طوموبيلته كيتهرس ليه دارو كيهرس هو كيقتل هو كي بحال بحال. حنا ولاد دارنا حنا ماشي ديال هاد المضاربه وهاد الصداع وهادو غادي يبسطونا وما عندنا ما نديرو بهاد المشاكل، وراه شوف اقصى ما نقدروا نديرو غادي نوصلوا للتوافق معاهم وندخلوا شي وحدين منهم باش نديرو خاطرهم، وديك التوافقات اللي كانت كتكون شحال هادي راه هي اللي غتكون دابا. خرجوا قولوها للجمهور هكا. علاش؟ باش الا قلتوها هكا هذاك الجمهور غادي ينزع منكم الثقه في مره. غادي ينزع منكم الثقه المنخرطين، حتى دوك الشويه اللي صالحين غنزعوا منهم الثقه. إلا كان هذه الحقيقة. وأنا تنظن أن هذه الحقيقة راه يمكن فيها شي شوية ديال الصحة. الناس خايفين ما باغيين مشاكل. فالمنخرط هو الإنسان اللي كيحط رجليه في واحد الفرقة، راه على أساس باش يكون مسير الغد،
راه ماشي باش يبقى غير ناعس ضابه بنعسه وكيقلب على شي مصالح وشي تليفونات وشي علاقات، وداك البريزيدون راه كيعرف واحد الشركه غادي يعاونني، وهذاك راه كيعرف يسبق يدبر لي على تيران، هذاك يدبر لي على مارشي. راه ماشي هادو الانخراط. المنخرطين الصالحين راه كيدخلوا على اساس باش يسيروا في الفرقه، لانه بغاو الفرقه تمشي بواحد الطريقه معينه وواحد استراتيجيه معينه. اذا هما كيامنوا ديك الاستراتيجيه وكيخدموا عليها هما كمنخرطين، على اساس الوقت اللي وصلوا للتسيير يبداو يطبقوا في دوك الافكار، ماشي يبقاو يتخباو. ماشي حقا نديرو معاهم نطعمو، اش الطعام؟ اش بغيت الطعام؟ قول لي اش بغيت الطعام. مبدئيا الخيار ديال تطعيم المكتب ببعض العناصر كتكون ملي كيكون داك المكتب فيه عناصر صالحه وعناصر اللي هي عطات النتيجه، منتجه عطات النتيجه الفرقه وعطات. نجبدوهم واحد بواحد، اعطيونا اشنو عطاو واحد بواحد كل واحد في اطار المهام ديالو ومرحبا. اذا كان الاخ اللي اتصل دابا الله يرحمه ويهديه واحد شويه غنفتح سميتو غنفتح المجال اللي بغى يتصل، ماشي دابا. اذا هاد الناس هادو كما تنقول، الى هاد الناس هما دابا سميتو مرحبا، نجبدوهم واحد بواحد.